بسم الله الرحمن الرحيم. كنا حابين نعرف من حضرتك يا دكتور عن ماذا يجب على المتعافين من كورونا أن يقوموا به بعد التعافي وبعد الشفاء من المرض، وما هي الاحتياطات الصحية اللازمة الواجب اتخاذها بعد التعافي من كورونا؟ التهابات الرئة المتعلقة بالكورونا ممكن تكون تعطي بشكل أساسي عوارض إلى علاقة بالتنفس، يعني بتعطي ضيقة نفس، سعلة، بلغم، حرارة. هالعوارض ممكن تروح من عوارض خفيفة لعوارض كتير قوية وتودي لدخول المستشفى والعناية الفائقة. بس اليوم من بعد فترة طويلة مع علاج مرض الكورونا وهالالتهاب يلي عم بيصيب الرئة، نحن صار عنا عدة أدوية ممكن تساعدنا بعلاج التهابات الرئة، حتى من بعد ما الشخص يظهر من المستشفى ويكون تعالج كرمال الكورونا لازم ينعمل فحوصات للرئة من بعد شهر أو شهرين حسب الوضع الطبي لكل مريض، كرمال نطمن على وظيفة الرئة وكرمال نعالج المشاكل اللي ممكن تكون موجودة بأسرع وقت ممكن. وعادة 90-95% من المرضى ما بيخلوا رواسب التهابات كورونا على الرئة، وممكن يصحوا بشكل كلي 100% في حال تعالجت هالالتهابات بالوقت المناسب وبالعلاج المناسب.